يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. حياكم الله في السلسلة الأسبوعية، سلسلة شخبار هوليوود، السلسلة اللي نناقش فيها آخر أخبار هوليوود وغير هوليوود برضو، من أفلام ومسلسلات وأنميات، مخرجين وكتاب وممثلين. وكمان نطرح في هذه السلسلة بعض التوصيات، سواء لأعمال متوفرة في السينما أو لأعمال توفرت نسخ رقمية منها عالية الجودة. وكالعادة عزيزي الوجيه، لأني أعرف إنه وقتك ثمين، ما راح أكثر عليك كلام، بس يقولون لو قدرنا نوصل الفيديو 10,000 لايك في أقل من 24 ساعة راح يطلع الفيديو ترند في اليوتيوب، وأنا مش طماع يا جماعة، ولكني أثق فيكم إنكم قادرين على هذا الشيء. فهب لنا يا عزيزي الوجيه لايك لو أعجبك الفيديو طبعا، واشترك لي في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وكمان قناة الألعاب، كل هالحاجات موجودة في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك ويلا بينا نخش على الفيديو. مع اقتراب موعد عرض احد اهم الافلام المنتظرة لسنة 2023، واللي هو فيلم اوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان، واللي راح يكون من بطولة النجم الكبير والمتألق كيليان مورفي. صرح كيليان مورفي وقال انه في كل مرة يشتغل فيها مع كريستوفر نولان كان يقول لكريستوفر نولان شخصيا: اسمع يا عمو نولان، اي فيلم قادم لك او اي عمل انت جزء منه انا يسعدني جدا، ودائما اني اكون برضو جزء منه، مو شرط اكون البطل، لا لا انا مش طماع. كيليان مورفي يقول: اي عمل لك يا نولان اشركني فيه، ام ان، ولو كان دور بطولة يعني مش غلط كمان. وبالفعل مرت الايام وها نحن امام هذا الفيلم المنتظر من اخراج كريستوفر نولان ومن بطولة كيليان مورفي. احلام الناس لا تموت يا جماعة، يستاهل كيليان مورفي، ممثل كبير وقدير، فهنيئا لك هذا الانتصار وهذا الدور الكبير مع المخرج الكبير كريستوفر نولان. شهرين يا جماعة ونشوف فيلم اوبنهايمر باذن الله في السينما. بس تدري المشكلة وين؟ المشكلة انه موعد عرض فيلم اوبنهايمر راح يكون في نفس يوم عرض فيلم باربي. طب احا ينفع كذا يا نولان تناطح باربي؟ انا ما اعرف وش ممكن تكون النتيجه، بس مع الاسف الشديد فيلم باربي مسوي ضجه بنت كلب، ومتاكد بنسبه كبيره تضارب مواعيد العرض هذه راح تؤثر على اداء الفيلمين. ومن المعروف يا جماعه انه افلام كريستوفر نولان دائما تقفل فوق 500 مليون دولار على الاقل في شباك التذاكر العالمي. فهل يا ترى راح نشوف فيلم نولان الجديد متاثر من ناحيه الايرادات ولا لا؟ لانه زي ما قلت لكم فيلم باربي كمان شغالين عليه تسويق مرة قوي، ما راح يعرض عندنا غالبا بنسبة مرة كبيرة، لأنه محشي حشو أجندة. وأقل من 20 يوم يا جماعة تفصلنا عن موعد عرض فيلم ديزني الحي The Little Mermaid أو حورية البحر، واللي مثل ما كلنا عارفين إنه كان فيه منه نسخة كرتونية زمان، والفيلم هذا بالتحديد مسوي ضجة أكثر من أي فيلم ثاني بسبب الناس التافهة واللي تدقق في كل كبيرة وصغيرة، ليش البطلة سمراء والقديمة بيضاء، بلا 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 كلام فاضي. ولكن من المتوقع يا جماعة أنه هذا الفيلم راح يحقق افتتاحية ضخمة هذا الشهر إن صحت التوقعات والتقييمات الأولية، فقد يكون هذا أحد أقوى أفلام ديزني الحية على الإطلاق. واحتمال برضو لأ، ممكن يكون مجرد خيبة أمل إضافية لا أكثر لأفلام ديزني الحية. إحنا مستعجلين على إيش يا جماعة؟ كلها 20 يوم وأقل من 20 يوم ونشوف أداء الفيلم ونحكم بأنفسنا. ورسميا يا جماعة تم إطلاق أول إعلان لفيلم دون الجزء الثاني، واللي راح يكون حاجة ما حصلتش وأضمنها لكم إن شاء الله. التريلر يا جماعة يبشر بخير ويقول إننا أمام عمل ضخم قادم لا محالة، غير إننا نتكلم عن عمل مقتبس من رواية ضخمة جدا، كمان نتكلم عن المخرج دينيس فيلنوف، وما يحتاج أحكي لكم عن الأسماء الكبيرة داخل الفيلم برضه. فالقصة في الجزء الأول جدا متماسكة وقوية، والأداء من جميع النجوم كان لا يعلى عليه، سينما تقرا في مؤثرات بصرية وصوتية ولا أروع. فغالبا الجزء الثاني راح يكون بنفس المستوى ويمكن أقوى، فتقدرون الآن أعزائي المشاهدين إنكم تروحوا تتابعوا التريلر وتحللونه على راحتكم لو أنتم من الناس اللي يحبوا التحليل، ولكن خذوا وقتكم لأنه الفيلم مرة بدري على عرضه في السينما، تقريبا قدامنا 6 شهور إلين ما نشوفه. حط المنبه يا عزيزي الوجيه، الفيلم هذا من الأفلام اللي لازم تشوفها في السينما
إذا جاتك الفرصة أنك تشوفه في السينما. فاكرين يا جماعة الحفلة اللي صارت قبل كم سنة بين جوني ديب وأمبر هيرت؟ يا سلام عليكم، محاكم وقضايا تصوير وفضائح وقصص كثيرة، كلنا فاكرين تقريبا. عموما مثل ما تعرفون انتهت القضية لصالح جوني ديب، وبعدها الدنيا قامت ولا قعدت على أمبر هيرت. شركات سحبت عقود منها، والجمهور قلبوا عليها، وواجهت مشاكل كثيرة، فضلا عن أنها خسرت ملايين الدولارات مقابل هذه القضية، وصارت على وشك الإفلاس. فاللي بقوله لكم يا جماعة أنه أمبر هيرت مؤخرا يشاع انها راح تعتزل التمثيل بشكل كامل تماما، وراح تنتقل من امريكا والى اسبانيا، وبالتحديد في مدينة مدريد. فلو حصل هالكلام فعلا فانتقالها لمدريد غالبا لسبب معين، اما انها لقيت فرصة هناك تشتغل وتضبط امورها، او انه امريكا صارت مكان غير ملائم لها بعد خسارة القضية، لانه البنت مرة انعدمت سمعتها ومسيرتها المهنية صارت أحا. ولكن يا جماعة برضو ذكرت بعض المصادر إنها ما راح تعتزل، مش اعتزال 100%، بمعنى إنه أمبر هيرد راح تأخذ فترة إجازة في مدريد، وربما ترجع لهوليوود مستقبلا، مش أكيد ربما. ونقلا عن صفحة AS على تويتر المهتمة في عالم الأنمي والثقافة اليابانية بشكل عام، تم نشر تصريح من كاتب ون بيس اللي هو أودا بخصوص مسلسل ون بيس الحي على نتفليكس. إلى الآن يا جماعة ناس كثيرة مرة متخوفة من هذا المسلسل كونه باللغة الإنجليزية بلا بلا بلا، وغير أنه أعمال الأنمي نادرا ما تنجح بعد تحويلها إلى أعمال حية، ولكن لعل هذا التصريح اللي قاله أودا كان بمثابة جرعة إيجابية للجمهور. هيركز معايا يا عزيزي القرصان في هذا التصريح اللي قاله أودا الكاتب المخضرم أودا، واللي صنع لنا هذا العالم العظيم عالم ون بيس، يقول انه نتفليكس مولت هذا المسلسل بكل سخاء، يعني واضح انهم دفعوا مئات ملايين الدولارات عليه. ومش بس كذا، وكمان نتفليكس وعدت أودا شخصيا انهم ما راح يعرضون المسلسل على المنصة نهائيا الا لما يتأكدون ان أودا شخصيا راضي كل الرضا عن هذا المسلسل، وانه راح يتم انتاجه بشكل ممتاز ويرضي تطلعات أودا. وكلنا نعرف يا جماعة انه أودا انسان دقيق جدا تجاه عمله، ون بيس بالنسبة لأودا هو كل حياته، فمستحيل يسمح لهم انهم ينخمسوا فيه، بالذات انه مقتبس من القصة الاصلية مش فيلر ولا حاجة كذا جانبية. فيفترض يا جماعة انه مسلسل ون بيس الحي حاليا يتم وضع اللمسات الاخيرة عليه، وراح نشوفه في هذه السنة 2023 ان ما خاب ظني. وختم أودا تصريح وقال استعدوا سوف نبحر قريبا. حلو، كلنا محتاجين تصريح زي كذا صراحة، اهمش انه ما يطلع التصريح لغرض التسويق بس والدراهم. الصورة هذه يا جماعة من فيلم المهمة المستحيلة الجديد، او فيلم ميشن امبوسيبل القادم لتوم كروز، وتم نشرها مؤخرا، ويظهر فيها توم كروز وهو يتضارب مع شخص فوق قطار يمشي. واحب اقول لك يب القطار يمشي، وتوم كروز بالفعل برضه قاعد يتضارب مع شخص فوق القطار اللي يمشي، ما في اي سي جي اي بالموضوع، وهو يبغى كذا، هو يبغى كذا، خلوه يسوي المشاهد الخطيره براحته، ما لكم شغل فيه. الادمي عمره ما شاء الله كبير، ناوي يموت يوما ما، وهو بسم الله عليه يعني قاعد يسوي مشاهد خطيره، سيبوه في حاله. المهم يا جماعه الفيلم قادم بعد شهرين بمشيئه الله، وراح يكون الجزء السابع لسلسله ميشن امبوسيبل. ومش بس كذا، كمان راح يكون الجزء السابع هذا عباره عن بارتين، البارت الاول راح نشوفه بعد شهرين، والبارت الثاني راح نشوفه في سنه 2024. طيب ليش مو جزء سابع وجزء ثامن يا وجيه؟ ليش بارت 1 ولا بارت 2؟ لانه بارت 1 وبارت 2 قصة واحدة بس مكملين لبعض، يعني فيلمين، يعني مهمة واحدة في فيلمين. حلو، ونيجي لأحد أهم الأخبار لهذا الأسبوع، وهو إن كتاب السيناريو في هوليوود يا جماعة عملوا إضراب جماعي، يب وقفوا شغل وقالوا ما راح نشتغل بعد كذا. والإضراب هذا تم تحت إشراف نقابة الكتاب في هوليوود، بمعنى إنك يا عزيزي الكاتب اللي عندك ترخيص من نقابة الكتاب، لو فكرت إنك ما تسوي إضراب معاهم راح يعاقبونك النقابة، ويمكن يلغون عضويتك بلا بلا بلا، ويسووا عليك غرامات بلا بلا بلا. المهم يا جماعة سبب الإضراب هذا هو انخفاض الأجور أو الرواتب. كتاب السيناريو يا جماعة يفترض إنه رواتبهم مرة قليلة، وعلى كلام أحد الكاتبات إنها تأخذ أسبوعيا حوالي 4000 دولار. أح أعطيني 4000 دولار وأنا أكتب لك 20000 سيناريو. لا بس جد يا جماعة، هذا الراتب يعتبر قليل جدا مقابل غلاء المعيشة في هوليوود، لأنه علشان تكون كاتب سيناريو وضعك سليم لازم تعيش في هوليوود، فضلا عن الأمور القانونية حق العقود ومن يعرف إيش اللي راح تقص نص رواتبهم قص. فقالوا ايش؟ راح نسوي اضراب، اضراب جماعي، ما راح نكتب سيناريوهات لاي فيلم، لاي مسلسل، لاي عمل، وما راح نرجع نكتب ونمارس المهنة لحد يشوفوا لنا حل. طيب ايش الحل يا عزيزي الوجيه؟
بسيطة يرفعون رواتبهم يا أخي، ارفعوا رواتبهم يا جماعة، لأنهم فعلا قاعدين يقدموا شغل مرة مهم في صناعة الأفلام. وغير كذا يا جماعة ترى الموضوع مرة معقد وفيه تفاصيل أكثر من كذا، بس أنا أعطيتكم الخلاصة واللي تحتاجون تعرفون. وفيلم حراس المجرة الجزء الثالث نزل يا جماعة، وأنا شخصيا شفته في ثاني يوم عرض له في صالات السينما، ويا له من فيلم جميل ورائع ومشبع بالدراما واللحظات المؤثرة. لما أقول لك حراس المجرة أو Guardian of the Galaxy عادة تعرف أنه أكشن ومغامرة بطابع كوميدي، أحيانا يكون لطيف وأحيانا يكون فيه شوية سخافة. ومع ذلك الجزء الأول والثاني من Guardian of the Galaxy كلهم رائعين واستمتعت فيهم شخصيا، بس الجزء الثالث والأخير لهذه السلسلة يوه أنا ما أخفيكم يا جماعة، كنت فاقد إيماني صراحة في كتابة جيمس كان، بالذات بعد الحوسة اللي عملها في بعض أفلام دي سي. بس هذا الفيلم أو الجزء الثالث من فيلم Guardian of the Galaxy نظرتي تغيرت بشكل واضح جدا لجيمس كان. أعطاني أكشن مرة رهيب وقتالات مبتكرة إلى حد جميل، وأعطاني كوميديا متزنة ورهيبة وما هي كثيرة وسامجة، والأهم من هذا كله أعطاني جانب درامي رائع ومؤثر جدا، وقصة جميلة ومكتوبة بشكل متماسك لواحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة، شخصية روكيت. غير كذا ومن الناحية المادية، الفيلم في أول يوم عرض له فقط، مش أول أسبوع، أول يوم حقق إيرادات حوالي 52 مليون دولار، ومن المتوقع له في أول أسبوع راح يقفل على الأقل 250 مليون. طيب سؤال يا وجيه، هل أروح أتابعه سينما ولا انتظروا بعد كم شهر ينزل وتابعه في البيت؟ تستهبل صح؟ لا تستهبل، التطبيل هذا كله ما تبغى تروح تتابعه في السينما، روح تابعه الآن لو تقدر وفي أكبر شاشة كمان. بس تذكر شيء مهم قبل ما تتابع الفيلم، لازم تكون متابع أفلام مارفل اللي عددها أكثر من 30 فيلم. معلش بقى كده النظام مع مارفل. وتم إلغاء مسلسل سوات بعد 6 مواسم من عرضه، يب تم إلغاؤه نهائيا لأنه وصل المسلسل مشي حاله. وتصوير فيلم فانتاستيك فور رسميا راح يبدأ في شهر جانوري من سنة 2024، بحيث نشوفه بمشيئة الله في سنة 2025 إن الله أعطانا عمر. ومع أزمة إضراب كتاب السيناريو يا جماعة، مارفل وقفت الشغل على فيلم بليد نهائيا، اللي مفترض يكون من بطولة ماهرشالا علي. أهو نتيجة الإضراب بدأت تظهر سريع سريع. أصلاً الفيلم واجه مشاكل كثيرة زمان، وجات مشكلة الكتاب كملت الباقي. وفيلم سوبر ماريو يقفل 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي. يا لطيف يا لطيف، إيش قاعد تسوي يا سوبر ماريو إلى أين؟ ما شاء الله تبارك الله. ما زالت فكرة نفتح استوديو مطروحة يا جماعة، كلموني على خاص. وجيك يلنهال وهنري كافل تم توظيفهم رسميا في الفيلم القادم للمخرج الكبير والغني عن التعريف غاي ريتشي. ما في معلومات كثيرة عن الفيلم إلى الآن، سوى أنه ممكن تدور أحداثه حول التهريب أو عمليات الهروب والمفاوضات وشغلات ثانية، ولكن هذه الاسمين بحد ذاتها تخليك تتحمس للفيلم، الممثل جيك يلنهال والممثل هنري كافل والمخرج غاي ريتشي. يا عيني يا عيني يا عيني، ثلاثة يا عيني. وختاما يا جماعة، خبر عجيب وغريب ومريب، فيلم المخرج المهووس بالتوازن البصري ويس أندرسون، واللي راح يكون بعنوان أسترويد سيتي، واللي راح نشوفه بعد شهر تقريبا، تم تصنيفه في البداية على انه للكبار فقط. حلو الكلام؟ حلو الكلام، بمعنى انه لازم يكون عمرك فوق 18 سنة علشان تتابعه، وهذا الشيء مرة منطقي لانه افلام هذا المخرج عادة يكون فيها مشاهد الناس من غير هدوم. ولكن فجأة وبدون سابق انذار تم تغيير التصنيف العمري لهذا الفيلم الى PG-13. احا، بمعنى انه اي احد عمره فوق 13 سنة راح يقدر يحجز تذكرة الفيلم ويروح يتابعه في السينما، حتى مع وجود ناس من غير هدوم في الفيلم. مو من جدك يا وجيه؟ والله من جدي، ولا في نقطة استهبال في الموضوع. أنا عندي سؤال بسيط، سؤال بسيط، ليش قلة الحياة هذه؟ فيلم للكبار، خليه للكبار، ليش تتلاعب في التصنيف العمري؟ أنا والله يا جماعة إني خايف، أنا خايف من الأشياء اللي تستهدف الصغار، دائما أخاف منها. الأشياء اللي تستهدف الكبار قيدهم كبار، يعني يقدر الواحد يشغل مخه ويقدر ينتبه لنفسه. عموما ما عليكم يا جماعة منهم، الجهات الرقابية عندنا ولله الحمد ما راح يقصرون معاهم، فحركات ناس من غير هدوم وتصنيف PG-13 هذا هناك عندهم. إن شاء الله كمان هناك يحاربوهم الناس، هذا اللي ناقص قلة حياة. وبس والله يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعونا المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش وقناة الأفلام والمسلسلات والأنمي اللي هي هذه، وقناة الألعاب موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.